السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. إن الحمد لله حمد الشاكرين العابدين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. أشهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله. أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وبينتها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. وأسلم على صحابته الغر الميامين وعلى من سار على منهاجهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني بالله، قال الإمام علي بن أبي طالب: لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، رواية عن الترمذي: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. ما هذه الخصال يا رسول الله؟ أولاً، إذا صار المغنم دولاً. معنى إذا صار المغنم دولاً
أن يأكل الناس أموال الناس بالباطل، وإذا صارت الزكاة مغرماً أي أن أغنياء المسلمون لا يخرجون الزكاة لأنها غرامة وهلاكا لأموالهم. ثلاث، إذا صارت الأمانة مغنما أي أن الأمانة التي عرضت على الجبال ورفضت الجبال أن تحملها تؤخذ بالباطل وبالحرام. رابعا، أن يكرم الرجل صديقه ويجف أباه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خامسا، أن يطيع الرجل زوجته ويعق أمه. سادسا، أن يتألم لغير الله سبحانه وتعالى. سابعا، أن يكرم الرجل مخافة شره. ثامنا، أن يصبح سيد القوم أرذلهم. تاسعا، لبس الحرير. عاشرا، شرب الخمور. أحد عشر، اتخاذ القينات. اثني عشر، اتخاذ المعازف. ثلاثة عشر، أن يكتفي الرجال بالرجال وتنتشر العزوبة بين المسلمين. أربعة عشر، أن تكتفي النساء بالنساء وتنتشر العزوبة بين النساء. وأخيرا وليس آخرا، أن يلعن آخر هذا الزمان أوله. فماذا قال الحبيب المصطفى؟ إذا ظهرت هذه الخصال في أمة محمد فليترقبوا الريح الحمراء والخسف والمسخ. أيها المسلمون، وكأن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا في هذا الزمان. أسألكم بالله العظيم، ألم تظهر هذه الخصال جميعها في هذا الزمان؟ نعم ظهرت، ومن أجل ذلك فإن المسلمون في هذا الزمان أصبحوا أمة هشة ضعيفة لا قيمة لها، بل أصبحت أمة إذا وضعتها على الميزان ليس لها وزن وليس لها قيمة. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. My dear brothers and sisters in Islam, our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, long time ago, about 1500 years ago, talking about our society nowadays, our Prophet Muhammad said 15 signs. Those signs, if they happen among our Prophet Muhammad nation, then Allah subhanahu wa ta'ala will curse this nation. Allah subhanahu wa ta'ala will punish and curse this nation, the nation of Islam. And at the end, our Prophet Muhammad said, there will be a lot of earthquake. There will be a lot of non-treatable diseases. This is what's going on nowadays, my dear brothers and sisters in Islam. أولاً، أن يصبح المغنم دولاً. People to eat other people's money and property falsely. And what Allah subhanahu wa ta'ala said about this in the Quran, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لِتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Our Prophet Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran told us, don't do that, because this is a big ism, a big sin to eat other people. If you are strong and you are powerful and there is another person who is weak and poor, you eat his money falsely, Allah subhanahu wa ta'ala will punish you severely in the first life and in the next life. And there is a story about eating haram, living in haram, about al-Imam Abu Hanifa ibn Thabit al-Nu'man. ذات يوم جاء رجل إلى الإمام
وقال له: يا إمام، إني بحاجة إلى بعض الأموال، فإني أريد أن أسترقد، أن يأخذ يقرض أموال من الإمام مقابل. وقال له: هذا بيتي أرهنه لك. فجاء الإمام وكتب عقد الرهان أن يعطيه مبلغا من المال ويرهن بيته عند الإمام. وذات يوم كانت الشمس في كبد السماء، وكان وقت ظهيرة ووقتا حارا، وكان الإمام أبو حنيفة النعمان واقف في الحر في الشمس. فمر من جانبه رجل وقال له: يا إمام، هذا بيت أمامك، ألا تستظل بظله من حر الشمس؟ فماذا قال الإمام؟ قال: إن هذا البيت مرهون عندي، وأخاف أن أجلس وأستظل بظله كي أنتفع، فيسألني الله سبحانه وتعالى عن نفعه يوم القيامة. الله أكبر، الإمام يرفض أن يستظل من الحر بظل بيت في حوزته، بيت مرهون عنده مقابل المال الذي أعطاه الرجل. ونحن وللأسف نعيش ليلا نهارا في الحرام ولا نتحرى الحلال، حيث أن الحبيب المصطفى قال: أيما جسم أو لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يرفض الإمام أن يستظل ببيت مرهون عنده خوفا من أن يسأله الله يوم القيامة عن هذه المنفعة، حيث قال تعالى: يوم القيامة وقفوهم فإنهم مسؤولون. The scholar أبو حنيفة النعمان: when we mention the first sign, which is eating other people money falsely, one time a man came to Abu Hanifa al-Nu'man. He said, "Ya Imam, I need help. I need some money. Would you lend me some of your money? And I give you my house as a collateral, as a mortgage, collateral, till I bring your money back." So anyway, the Imam helped that person and he gave him the money. And then the Imam made the agreement, the mortgage agreement between him and that person. He said, "Once you bring your money back, I'll give your house back." One of the days, the Imam was standing in afternoon, and it was the sun close to the surface of the earth, was so hot, the Imam standing over there and he's sweating, and another person passing by, he told the Imam, "Why are you standing in the sun, in the warmth of the sun, and there is a shade of a house next to you? You could go there and sit next to the house, and the shade of the house will cover you from the sun." The Imam responded and replied to that person by saying, "This house does not belong to me. This house, I hold it as a collateral for a person I lend some money. If he brings his money back, he gets his house back. And if I go there and I stand and I get the shade of his house to cover the warmth and the hotness of the sun, I'm so afraid and I have so much fear that Allah subhanahu wa ta'ala will ask me about the shade of the house in the day of judgment." He was a pious, he was a true believer, the Imam Abu Hanifa al-Nu'man. Secondly, أن تصبح الزكاة مغرما. The Muslim rich people refuse to take the zakah out from their money because they think the charity and the zakah will hurt their money. If he has $100,000 in his bank account, if he take like $1,000 out of it, then he gonna think about this and decreasing for his money. He doesn't know that the charity will increase his money. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. If you make a charity to your money, Allah subhanahu wa ta'ala will enrich your money. Allah will increase your money. Allah will not destroy your money. Allah
Allah will not damage your money. Allah will increase it. The zakah will increase your money. And the zakah will put a barakah in your money. ولذلك أيضا هناك قصة عن أكل أموال الناس أنه يوم القيامة عندما الله سبحانه وتعالى يجمع الناس يوم القيامة آكل أموال الناس وخاصة آكل مال اليتيم يخرج من قبره والدخان يتخلله الدخان يتخلله وكأن الدخان يخرج من قبره whoever eat other people's property or money falsely when Allah subhanahu wa ta'ala bring all the people to the judgment day he will come out from his grave with a smoke going through all his body a smoke coming from his grave a big punishment now we are talking about the zakah Allah said about those people who refuse to take the zakah out وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبَهُمْ وَظُهُورَهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ الله أكبر Another story, another narration about how those people who think if I take zakah out of my money, this is a fine. This is a decrease and a damage to my money. In the time of the companionship, a man came to Abi Dharr al-Ghafari. Abi Dharr al-Ghafari كان من كبار صحابة رسول الله ومن علمائهم. عندما جاء إليه الرجل وقال يا إمام لقد فرغنا من جنازة أخي لقد مات أخي البارحة ودفناه وعندما تركه الناس سمعت صراخا من قبره فاقتربت من قبره فلما اقتربت من قبره وكأنني سمعت أخي يقول تركوني لوحدي في العذاب تركوني لوحدي في العذاب فنبشت قبره ونظرت إليه وإذا بطوق من نار يطوق عنقه ورقبته فأردت أن أنزع هذا الطوق من عنق أخي فاحترقت يدي فبعدها تركته وواريت التراب على قبر أخي وتركته فأسألك يا إمام لأن أبي ذر كان إمام ومن علماء الصحابة ماذا تقول في هذا الأمر؟ فسأله أبا ذر الغفاري هل كان أخوك يصلي ويصوم؟ قال نعم كان يصلي وكان يصوم ولكن كان لا يخرج زكاة أمواله فقال لهم إن أخوك ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فالله سبحانه وتعالى عجل عذاب أخوك في القبر حتى يخفف عنه يوم القيامة So brothers and sisters in Islam, those people who have money, those people who are fortunate, those people who Allah subhanahu wa ta'ala gave them from his wealth, from his fortune, and refused, especially in Ramadan. Al-hasanatu bi'asharatu amthaliha, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ana ta'lamuna ayyuha as-sada, anna fi aqidatana wa fi shari'atana, أن الله سبحانه وتعالى إذا عملت حسنة يكتبها لك عشرة ولكن في الصوم الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي كل الأعمال الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصوم لأن الصوم جنة إلا الصوم فإنني أجازي به عبادي كيفما أشاء يعني ممكن الله سبحانه وتعالى يجازيك ليس الحسنة بعشرة أمثالها بل أضعاف أضعافها الصوم جنة
ولخلوه فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. Imagine that you are given a charity in Ramadan. The charity in Ramadan is worth more than any other days out of Ramadan. So those people who refuse to take zakah out of their money, Allah subhanahu wa ta'ala in the grave will punish them with a severe fire. Allah subhanahu wa ta'ala will create a ring of fire around your neck in the grave. A ring of fire until the day of judgment. And when the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will take this money, the money you keep for yourself, the money you will leave you behind when you die, Allah will take it and make it a fuel for hellfire. So Allah could use it on you as a fuel. Allah said in the Quran, Ya ayyuha alladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. The fuel of the nar in the day of judgment is your body, is your blood, is your bones, is your flesh. The fuel وقود النار يوم القيامة ليس الخشب ليس الحجارة. The fuel of the nar, the fuel of the hellfire in the day of judgment is your body, is your soul, is your bones, is your limbs. That's the fuel of the hellfire. So أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. May Allah forgive all of us inshallah. Brothers and sisters, can you guys come forward to make space for the other brothers, please? Come forward. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أن تصبح الأمانة مغنما. If you leave a deposit or if you leave an amana with someone who you trust, but that person, he's a human, and a human always have a greed inside him. So maybe he kept your amana for himself. فتصبح الأمانة مغنما مكسب a winnable. وكذلك هذه المشاكل التي تحدث عنها الحبيب المصطفى هي المشاكل التي نعاني منها في هذا الزمان. وأيضا أن يكرم الرجل صديقه ويجف أباه. Look at our kids, sons, daughters. Some of them treat their friends so nice, but when it comes to their parents, especially their dads, their fathers, they treat them so bad. And Allah said in the Quran, وَقَرَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. أبوك وأمك هم اللي بتخلوك الجنة. طاعة الأب والأم هي اللي بتخلوك على الجنة مش على النار. صاحبك ممكن يسحبك على النار لأن الصاحب ساحب. قد يكون صاحب صديق يوضك على الجامع قد ممكن يسحبك على الكلاب على نايت كلاب. فأبوك وأمك من دخل الجنة. وأن يؤذي على الرجل زوجته ويعق أمه ما شاء الله. الرجال قوامون على النساء، ولكن للأسف في هذا الزمن معظم النساء قوامات على الرجال للأسف. Unfortunately we live in a sick society, we live in a sick community. In order to cure that community, trust me, brothers and sisters, we have to use the book of Allah subhanahu wa ta'ala. We have to use the Quran. We have to use the Sunnah. وَكَذَلِكَ أَرْضًا أَنْ يُتَأَلَّمْ لِغَيْرِ اللَّهِ. You don't feel bad for whatever happening. For example, if somebody in a daytime doing something haram, you're not standing up for him and telling this is haram. You just turn your back. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأن يصبح سيد القوم أرذلهم. سيد القوم
A person who was a leader. We know this person, he's a leader. And all of a sudden, that leader, he collapsed. He go down to become one of the weakest people. This is one of the signs. And also, أن يكرم الرجل مهابة شره. If you know this person, he's a bully, and this person is a bad person, you just give him money because you are afraid of him. أن يكرم الرجل مخافة شره. ولبس الحرير. لبس الحرير. Now the man, for the man in our religion, is prohibited to wear the silk or the harir. حيث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Allah subhanahu wa ta'ala, our Prophet صلى الله عليه وسلم, damning those who copy, the men who copy women and women who copy men. ولعن الله قوم تشبهوا بغيرهم. تشبهوا بغيرهم. نحن أمة ريادية، أمة إسلامية، لنا صفتنا الخاصة بها، صفة القرآن. الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة قيمة. لماذا ننزل إلى الحضيض؟ لماذا ننزل إلى الحضيض الأسفل؟ مع إن نحن أمة قائدة، أمة قائدها محمد، لا تموت ولا تهزم. أمة قائدها محمد، ذلك الرجل العظيم الذي قال فيه أنس بن مالك في المعارك كنا نكتفئ برسول الله. ما معنى نكتفئ به؟ نختبئ ونحتمي برسول الله. في المعارك كانوا يحتمون، لأن سيدنا محمد قال عنه كان أشجع الرجال وكان أكرم الرجال وكان أجود الناس سيدنا محمد وكان أكثرهم خلقا. كنا نكتفئ به، فقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشرب الخمور drinking alcohol also. ظهور القينات والمغنيات dancers, singers. أن يكتفي الرجال بالرجال. خلاص the man refused to get married. He just have a man to serve him and that's it. A woman the same thing, refused to get married. She has a woman to serve, that's it. And then ويلعن آخر هذه الدنيا أولها. الله أكبر. كيف يلعن آخر هذه الأمة أولها؟ يقول الحبيب المصطفى يأتي على أمتي زمانا يقف فيه الرجل على قبر أخيه ويقول يا ليتني لو أنني مكانك. لماذا يا رسول الله؟ من كثرة الفتن، من كثرة الذنوب. يا ليتني لو أنني مكانك. من كثرة المشاكل، من كثرة الهموم. My dear brothers and sisters in Islam, we need therapy. And our best therapy is the Quran. لأن في القرآن شفاء لما في الصدور. Our best therapy nowadays to fix our community. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه البعض. إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. Unfortunately, if we live in one house, and I have a brother, someone come, wanna hit my brother, wanna take my brother's house, wanna do something. Unfortunately, I put my head down and go away. We are Muslims. We should be united. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المؤمن يرى بنور الله. المؤمن يرى بنور الله يا إخوان. If our Prophet Muhammad people did those all 15 signs, what's going to happen to them? Allah will send to them earthquake. Allah will punish them. Allah will curse them. Earthquake, diseases like COVID-19, untreatable disease. أيها الناس، نحن بعطش إلى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. وعيدنا يوم عودتنا. عندما نتكلم أن المؤمن يرى بنور الله، الإمام محمد بن سرير. محمد بن سرير جاءه رجلان. الرجل الأول قال يا إمام إني رأيت في منامي أني أؤذن. فقال له إن شاء الله تعالى ستقبل الحج. أما الرجل الثاني فقال يا إمام برضو إني رأيت نفسي أني أؤذن. فقال له الإمام أنت صارق ولابد من إقامة الحج عليك وقطع يدك. فسألوه الحضور يا إمام، الأول رأى أذان وسيحج، والثاني رأى أذان وستقطع يده، كيف فسرت ذلك؟ قال نظرت إلى الأول فنظرت في وجهه نور الله سبحانه وتعالى فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى فأذن بالحج يأتوك رجالا فيذهب الحج إن شاء الله.
أما الآخر فنظرت في وجهه فوجدت السيئات في وجهه والبؤس، فتذكرت قول سورة سيدنا يوسف: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لصارقون. يا جماعة يا إخوان، المؤمن يرى بنور الله. A true believer see in Allah subhanahu wa ta'ala vision. We have to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. And before we end the khutbah, I have some reminders to remind you brothers. Tonight inshallah ta'ala, inshallah we hopefully be the night of the Qadr. Laylat al-Qadr inshallah, inshallah. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam قال: ترقبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان الأيام الوترية. والليلة إن شاء الله تعالى إن شاء الله تكون أعظم الليالي، كل الليالي عظيمة قد تكون عظيمة. سيدنا محمد شهر ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن يقوم هذه الليلة ليلة القدر خير من ألف شهر. الرياضيين قالوا خير من ألف شهر تعدل 83 عام 4 شهور 83 years. If you stay up in the night of القدر as you are making عبادة to Allah سبحانه وتعالى 83 years and 4 months. سيدنا صالح عليه السلام عندما حضرته المنية وكان عمره 120 عاما جاء إليه ملك الموت وقال لملك الموت: أزائرا أم قابضا؟ قال: بل قابضا يا نبي الله. وقال له صالح: لسه 120 سنة بدري علي، يعني في الزمن هذاك 120 سنة صغير يعني. فقال له: يا نبي الله، سيأتي من بعدك قوم أعمارهم ما بين 60 و70. قال: قوم من هؤلاء؟ قال: قوم محمد. قال: لو أنني كنت من قوم محمد لبنيت بيتي أمام قبري. الله أكبر، لبنيت قبري بيتي أمام قبري. Because 7 years our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said my Ummah nation averaged 67 if you pass that age. But if you make the night of القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، you are worshipping Allah as of 83 years and 4 months. Who's gonna live for 83 years? Nobody has any guarantee you're gonna live for 83 years. So that's why you need to take advantage of tonight. And in the night of the Qadr, all the merciful angels come down, plus the angel Jibreel alayhi salam come down to earth with us. We hope all of us, inshallah ta'ala, tonight, we pray 20 rak'ah tonight. Inshallah ta'ala, to stay up till Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, make us one of those people who are making the night of the power. Night of Qadr, Laylat al-Qadr, inshallah. وأيضا إخواني إن شاء الله تعالى يوم الأحد في الليل إن شاء الله تعالى في عنا ختم القرآن إن شاء الله تعالى، حتكون 8 آيات قصيرة قصار السور. فندعوكم جميعا تيجوا تصلوا معنا في الليلة 29 من رمضان، حيكون فيها إن شاء الله تعالى ختم القرآن وفيها دعاء. وعن أنس رضي الله عنه كان عندما يختم القرآن كان يجمع أبناءه وأهله ويصلي بهم ويختم القرآن ويدعو، لأنه مستحب، حيث أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا تنسوا هذا الجامع الفقير من صدقاتكم، لأن هذا الجامع بحاجة إليكم إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وذنوبكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا إن شاء الله تعالى جمعا مغفورا ومرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني داع فأمنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم،
ارحم إخواننا المستضعفين، إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي اليمن وفي ميانمار. اللهم ارحمهم يا رحمن، اللهم ارحمهم يا رحمن، اللهم ارحمهم يا رحمن، اللهم احقن دماءهم، اللهم طبب جراحهم، اللهم اشفي مرضهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارحم شيوخهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم شبابهم، اللهم ارفع البلاء عنهم يا رب العالمين، اللهم ارفع البلاء عنهم يا الله، اللهم فك الحصار عنهم يا رب العالمين، اللهم آمنهم في خيامهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم رد النازحين إلى بيوتهم سالمين، من لهم إلا أنت يا الله، يا ناصر من ليس له نصير، يا ناصر الغلاب والفقراء والمساكين، اللهم ارحمهم، اللهم الطف بهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من كل شر ومكروه، اللهم إنا نشكوك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، والطف بهم يا رب العالمين في شهر رمضان المبارك يا الله. اللهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وارحم أبانا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات، وارحم إخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وزوجاتنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، اعتق رقابنا في رمضان، تقبل صلاتنا، تقبل صيامنا، تقبل صدقاتنا، ردنا إليك ردا جميلا، استر عوراتنا في غربتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تستر عوراتنا وأن تواري سوآتنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار. اللهم صل على سيدنا محمد. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر إن كنتم تعلمون. إن شاء الله تعالى صلاة العيد حتكون الساعة 9 صباحا بإذن الله تعالى في المسجد، حتكون صلاة العيد إن شاء الله تعالى، احتمال العيد يكون الثلاثة والأربعة، والله أعلم أنه حتكون الأربعة إن شاء الله. صلاة العيد 9 صباحا، حنبلغكم على الواتساب إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صلوا صلاة خاشع ومودع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بالله تذكير صدقة الفطر، لا تنسوا قبل نهاية رمضان أن تخرجوا صدقة الفطر. في هذا الجامع تقدر صدقة الفطر والله أعلم $20. Make sure to make صدقة الفطر before the end of Ramadan. صدقة الفطر is about $20. In the time Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم used to be صدقة الفطر يعني food، صاع من تمر وصاع من عدس وصاع من قمح، وتقدر بالمقياس بسعر السلعة في المحلات العربية والله أعلم $20. لا تنسوا أن تخرجوا صدقات، لأن الصدقة تطهركم من الذنوب، تطهركم من المعاصي يا إخوان. خليتك يعني إن شاء الله. إن شاء الله أخي محمد بحكي لكم عن صدقة الفطر. تنسوش الجامع للتبرعات إن شاء الله. ألو. صدقة الفطر إذا في مجال بس تحطوها في ظرف وتسكروا الظرف، ما في داعي أنكم تكتبوا الاسم، بس اكتبوا عليها صدقة الفطر وحطوها في صناديق المسجد. الله يجزيكم الخير. بالنسبة للتبرعات إخواني، أنتم عارفين طبعاً إنه الشيخ فؤاد كان عنده جلسة الأسبوع الماضي، والحمد لله إنه كل شيء تمام، ولكن عندنا أمور صعبة جداً بالنسبة لنا، محتاجين المحامي طالب مبلغ معين، مبلغ كبير تقريباً $25، صرنا مجمعين منه حسب علمي أو حد علمي 10,000، محتاجين كمان 15,000. أرجو من الجميع بقدر المستطاع، يعني اللي بقدر يقدمه الواحد يقدمه، يعني أول وآخر بيظلوا شيخ المسجد وشيخنا، نسأل الله إنه يفك أسره ويطلعنا إياه بسلامة ويرجع لنا غانم سالم إن شاء الله. والله يجزيكم الخير وجزاكم الله خير يا شباب. السلام عليكم.